عمتي، انا خايفه قوي ومش مطمنه. بقول لك ايه، كفايه اللي انا فيها، انا مش ناقصه. عايزه تفهمني ان انت خايفه على كريمه يعني؟ طبعا خايفه عليها، مش مرات عمي، قلبي هيوقف من الخوف عليها كمان. يا رب. محكمة! نادي على القضية مينا لسنة 2019. سينا جودة حمدة. ايوه يا باشا، ايوه انا موجود. عندك كام سنة؟ 30. نادي على المتهمة الثانية. كريمة سليمان عبد التواب. ايه مش موجودة؟ مش موجودة يا ريس. معلش. موجودة حضرة القاضي. أنا موجودة. أنا موجودة أهو. أنا موجودة حضرتك. أنا كريمة سليمان عبد التواب. ازيك يا ست زينات؟ مين؟ داوود، مش فاكراني ولا ايه؟ فاكراك، عامل ايه يا داوود؟ بخير الحمد لله. بقول لك ايه يا داوود؟ بأمري. أنا عايزاكي في خدمة، ولو عملتها هعمر لك جيبك. عمري لي جيبي؟ وأنت حالتك حاجة؟ هتقدر تعمل الخدمة اللي هقول لك عليها؟ أقدر طبعا، بس خدمتي إيه دي؟ عايزاك تراقب بيت محرم وتشوف ريم بتخرج إمتى وبتيجي إمتى، وبتقابل مين وبتقعد مع مين، ومين جوا البيت ومين براه، والنهاردة قبل بكرة. قلت إيه؟ قلت أمين اللي أنت عايزاه يا ست الناس. ربنا يستر. نورت يا كريم، والنبي الدنيا نورت. تصدق بالله نادرا علي، والنادر امان لما تشرفي عندي في العنبر، ده انا هعمل لك زفه تليق بيكي. والله قبل ان اتحدث عن اتهام النيابه لموكلتي وبيان انه لم يبنى على اساس من الواقع القانوني واقوال الشهود، اطلب من المحكمه تعديل الوصف والقيد الذي جاء بقرار الاحاله من تهمه الاشتراك في قتل المجني عليه الى تهمه التحريض على قتل المجني عليه، حيث ان موكلتي لم تقم باي اجراء تنفيذي للاشتراك في هذه الجريمه، بل ان كل ما ساقته النيابه لاتهام موكلتي هو مجرد أقوال المتهمة الأولى التي اعترفت صراحة بالجريمة وأنها قد استلت سكيناً وطعنت به المجني عليه فأردته قتيلاً. هل قالت أن موكلتي ناولتها السكين؟ أو أنها قد أجهزت على المجني عليه وقيدت حركته لتقضي عليه المتهمة الأولى؟ لا، لم تقل يا سيدي أبداً، بل أن كل ما قالته أنها تحدثت مع موكلتي في أمر تضررها من ظلم المجني عليه ومعاملته القاسية لها. فما كان من موكلتي إلا أن رددت المثل الشعبي الشهير: اصبري على جارك السوء، لتجيله نصيبة لا يرحل. فلا أظن يا سيدي أنه يكون الباعث على الجريمة مجرد قول لموكلتي، بل الأمر مبعثه سبب خفي لم تستطيع النيابة الوصول إليه. إن هذا السبب هو الباعث على الجريمة وليس تحريض موكلتي، والتي رفعتها النيابة في قرار الاتهام إلى مرتبة الاشتراك في الجريمة. إن العلاقة الآثمة بين المجني عليه والمتهمة الأولى هي السبب العميق الذي أغر نفس المتهمة وحركها لتمسك بالسكين وتقضي رغبتها للتخلص منه، تخلص من مستعبد طالما أذاقها الألم. لكل هذا أطلب من المحكمة براءة موكلتي من التهمة المنسوبة إليها، تأسيساً على كون موكلتي لم ترتقي إلى التحريض على القتل. كما أطلب تحريات المباحث بشأن وجود علاقة آثمة بين المجني عليه والمتهمة الأولى، وما إذا كان المجني عليه حسن السير والسلوك من عدم.
يا ترى كريم عامل ايه؟ قادر ربنا يفك كربك يا اختي. هاي فوزي قولي لي، كريمة جت معاكي؟ كريمة راحت المحكمة. ليه؟ بنتها قالت لها ما تروحش. هي جات لوحدها، مروان حجز لها غرفة في الفندق، سابتها وجات. القاضي حكم؟ لا، أجل. شهد فين؟ شهد في مصر. تعمل ايه؟ تيجي تقول لنا ايه اللي هيحصل؟ وفين مروان؟ وفين حسن؟ كريمة مش هتتحمل يوم واحد في الحبس كده. محدش في يده يعمل حاجة. يا ريت اللي أنا شايفاه ده كان من زمان. كريمة بتكفر عن اللي عملته في الدنيا عشان لما تقابل وجه كريم ساعتها مفيش كلام يتقال. رايحة فين؟ تعبانة، دماغي فيها بابور طحين من الصبح، مش قادرة. عايزة أشوف الواد أطمن عليه. هتعمل ايه يا جبرية؟ هتعمل ايه؟ يمكن صح ربنا عاوز يغفر لكريمة. طب وانا الحق روحي كيف؟ اقول ايه ربنا ساعد حسابه؟ اقول ايه واعمل ايه؟ انا متشكرة قوي على وقفتك جنبي. ما تقوليش كده، أنا معاك لغاية ما المحاكمة تخلص. أنت إيه رأيك؟ في إيه؟ في موقف ماما. أنا محتاج أعمل لها زيارة، محتاج أتكلم معاها، بس عشان أكون صادق معاكي البراءة صعبة أوي. أنا حاولت أقنع هيئة المحكمة بكل الطرق بس صعب. كنت عايزة أتكلم معاكي يا عزت. شاهد، أنا اللي محتاج أتكلم معاكي. شاهد، انت من يوم ما سافرتي وانا ما بطلتش تفكير، ومخي عمال يجيب ويودي. لو قلتلك ان انا ما نمتش ولا دقيقه جايز ما تصدقنيش. شاهد، انا محتاجك جنبي، هو ده اللي انا واثق منه، بس صعب. صعب يا شاهد بعد اللي سمعته واللي عرفته. صعب، مش عارف اقولك ايه. انا عارف ان انت كنت عايزه تجيبي حقك باي طريقه، وإن عقلك دفعك إنك تجيبي حقك. هي دي المشكلة يا شهد.